فاحنا الفراخ عملنا فيها ايه زي ما قلنا، تبلناها في الاول بلبن الرايب والبهارات ملح وفلفل وبابريكا وزعتر، وبعديها حطيناها في الدقيق والنشا ونفس البهارات وحمرناها على نار عاليه. الله الله، دي بقى بجد احنا محتاجين كلنا نصورها. تجنن والصوص بينك ده شكله حلو قوي. ودي السالد، دي الايجين ايجين كول سلو. معدلة. الفراخ بقى عايزه اقول لكم عملتها ازاي تاني. تبلناها بلبن رايب وملح وفلفل وبهارات زعتر وبابريكا عشان تديها لون وشويه كاتشب. ذن حطيناها في الدقيق والنشا بس وحمرناها، وحطينا عليها بيضه عشان يمسك الحاجات دي، وحمرناها وبعد كده سيبناها تهدى شويه. والبافل عباره عن زبده وهوت صوص وكاتشب وعسل بس نحطه بقى عليه، وده عباره عن كاتشب ومايونيز وتشيلي صوص. طب عايز اسالك، طب بتيها وقت قد ايه وازاي اتاكدتي انها مستويه تماما؟ يعني هي بتاخد وقتها، هي الفراخ اول ما تبطل تقعد تبكبك كتير قوي كده يبقى الميه اللي فيها طلعت يبقى استوت، فهي دي الفكره. وطب انها انت قلت لي ايه تاني؟ التتبيله قعدت قد ايه؟ التتبيله لازم اقل حاجه اقل حاجه ساعه ساعتين بس، فدي الفكره. عظيم. والسلطه دي عباره عن كرنب احمر وكرنب اخضر، وحطينا عليه يعني عملنا ميكس صويا ومايونيز وكاتشب وعسل. أوكي. وسكر نحطه عليه ونقلب فيه كويس، وسمسم وشيا سيدز، وعلى الوش بصل اخضر. حلو قوي. احنا بقى عايزين ندوق بقى، لازم ندوق عشان الاكل شكله حلو قوي. احنا بقى اما نيجي نبدا بالسالد الاول اكيد صح؟ اكيد ما ندبش بقى في اللازانيا الاول. لا، نبدا بالسالد الاول. أوكي. نسخن بيها كده بس. احنا اللازانيا سحراني، بصي انا قاعده عامله كده متارجته اللازانيا. انا خدت بالي ان انت والله انت بتعملي ايتمز كتير قوي، كان كفايه والله واحد ولا اتنين منهم. لا ازاي بس؟ اه والله بتدلعنا نوران بتدلعنا. دي بيبقى سفره فطار بكره بالظبط. نشرح بقى اللازانيا. الاول عملنا عملنا بشاميل عباره عن دقيق ولبن وكريمه وقشطه. بعديها عملنا اللحمه المفرومه بيسموها الراجو، عباره عن الاول ادينا للحمه صعقه كده على النار مع اللحمه مع الزبده وحته سمنه صغيره، وبعديها حطينا عليها بصل وجزر وكرفس. بعديها حطينا عليها شوربه صلصه طماطم وعصير طماطم، سيبناها تتسبك شويه حلوين. بعد كده نحط بقى شويه بشاميل، بعد كده لازانيا شيت، بعدها اللحمه، وبقى في النص شويه جبن كتير بقى كده. بس عايزه اقول لك السالد حلو قوي، والدريسنج مخليه مختلفه تماما عن الكول سلو الطبيعيه. ما هي في طعم ايجن شويه عشان الصويا. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.